الامن الصحي غير متوفر. انا نحيي الوزير تاع الصحه كي هضر على قال لك الديوان تاع السرطان بروفيسور ما يعرفش يكذب. البروفيسور كان عنده الحق، دراهم مصارفينها على المولوديه وصارفينها على ولا هي اللي المسؤولين الكبار باش يوفروا لي مصادر التمويل للياسمه ومصادر التمويل لقسنطينه، هذه هي الدراهم. احنا ضد سونطراك تصرف على هذه النوادي والتمييز هذا اللي واقع، وحنا ما عندناش ادنى الضروريات. الشركات عندنا تمتص الخيرات نتاعنا، ما ساهمت من الجانب الاجتماعي، ما ساهمت في حتى حاجه.